السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ دفعة 40 معانا في كلية الطب. ازيكم طبعا في الأول، والدنيا تبقى كويسة بإذن الله معاكم السنة بحالها، ونجيب اللي فات ونعوض ونشد في اللي جاي بإذن الله. معاكم دكتور أحمد يا ولاد، بإذن الله هبقى معاكم في البايو كيمستري. تمام كده شطار؟ حلو. إيه بقى حكاية البايو كيمستري؟ الحمد لله خلصنا من الأناتومي والهيستولوجي. اللي حصل حصل بقى، نبتدي حاجة جديدة، البايو والفسيولوجي. بالنسبة لجزء البايو يا ولاد، في الموديول الجاي جزء رخم شوية، عايزين نستحمله وعايزين نشد فيه. ليه؟ الجزء اللي أنت هتدرسه في الأسبوعين الجايين دول كان بيدرس على مدار ترم كامل. تخيل الترم كامل ده ضغطوه في اسبوعين، يبقى لازم نشد شويه. طب دي حاجه ممكنه؟ حاجه ممكنه، ما فيهاش اي مشكله خالص. نقدر نلم الدنيا دي؟ نقدر نلم الدنيا دي، ما فيهاش اي مشكله لو تبعت اول باول. تمام، نبدا مع بعض بقى. اول حاجه ان انا افسر لك الدنيا كلها ماشيه ازاي معانا في المديول بتاع البايو يا ولاد. اول حاجه خالص، حاجه اسمها ان انا ادرس التركيب الكيميائي للجسم. التركيب الكيميائي للجسم اللي هم عباره عن ثلاث مركبات: كربوهيدرات، ليبيد، بروتين. كربوهيدرات وليبيد وبروتين. حلو. ايه يا دكتور كربوهيدرات وليبيد وبروتين دول؟ بص يا شطار حضرتك، اول ماده بتشتغل عليها ماده اسمها كربوهيدرات، النشويات الموجودة في الجسم. النشويات الموجودة في الجسم. حلو. غير السكر، بعد السكر بنخش ثاني مركب موجود عندي في الجسم اللي اسمه الليبيد، الدهون. طب بعد الدهون بنخش مركب اسمه بروتين، البروتينات بتاعت الجسم. يبقى جسم حضرتك بيتكون من ثلاث حاجات: سكر، كربوهيدرات، دهون في صورة الليبن وبروتين. ودول حط عليهم حاجة صغيرة خالص يا ولاد اسمها انزيمز، انزيمات. كده دول الأربع شباتر بتوع الموديول بتاعنا: كربوهيدرات، ليبن، بروتين، انزيمز. حلو يا دكتور، أنا هدرس إيه دول؟ هتدرس تركيبهم. هتدرس تركيبهم، تركيب السكر في الجسم، تركيب الدهون، تركيب البروتين، تركيب الانزيمز. تركيبهم بقى ووظائفهم، وتاخد بيزكس عنهم. خلاص يا دكتور؟ انا كده فهمت حاجه. في الموديول بتاعي ده هدرس ثلاث حاجات الاساسيه اللي بيتكون منها الجسم، اللي هي السكر والدهون والبروتين، وهنزود معاهم حاجه اسمها انزيمز. طب تعالى نبدا باول حاجه يا اولاد اللي اسمها كربوهيدرات. وأقول لكم شوية معلومات عن الكربوهيدرات دي، وجميلة جدا لو فهمت البداية. يا ولاد، كربوهيدرات يعني سكر. سكر بالإنجليزي كلمة كربوهيدرات دي أي حد يعرفها. إنما بالميديكال تيرم اسمها ساكرايد. بالميديكال تيرم بتاعنا اسمها ساكرايد. حلو، يبقى دكتور كلمة كربوهيدرات اللي هي النشويات، حضرتك لو فتحت كيش الستس من ورا هتلاقي مكتوب كلمة كربوهيدرات اللي هي السكريات أو النشويات. إحنا عندنا في الطب بنكتب مكانها كلمة اسمها ساكرايد، كلمة اسمها ساكرايد. حلو، يا دكتور إيه الكربوهيدرات أو الساكرايد دي؟ كله ركز معايا. يا ولاد، تسمعوا أنتوا في الثانوي كده وفي إعدادي عن مركبات اسمها أسيد. اسيد يا دكتور يعني ايه؟ يعني احمر. انت تعرف ان ده حمض. لما انا بصيت على الرسمه ولقيت مجموعه نبات في الرسمه اسمها ايه؟ سي او او اتش. يبقى دكتور انا بعرف الماده بالمجموعه الفعاله بتاعتها. يبقى انا بعينيا كده اهو لمحت كلمه اسمها سي او او اتش. يبقى دي المجموعه الفعاله كربوكسيل بتاعت مين؟ بتاعت الاسيد. طب يا دكتور كله ركز معايا، لقيت مجموعه اسمها سي اتش 2 او اتش. السي اتش 2 او اتش يا ولاد هقول لكم حاجه،
ده هي اللي اسمها مجموعه اسمها برايمري الكحول جروب. هسيبكم لخيالكم الطلق وتطلقوا العمل ليه؟ تخيلوا معايا المجموعه ده اسمها برايمري الكحول جروب. تخيلوا المركب ينتمي لعيله ايه؟ ما تفكرش كتير عشان ما تحسس نفسك ان الاي كيو بتاعك قليل. اكيد ينتمي لعيله اسمها ايه؟ الكحول. يبقى دكتور كل مجموعه او كل كاتيجوري كل فئه موجوده عندي في الكيمياء ليها مجموعه فعاله. الاحماض مجموعه اسمها سي ويتش. الكحوليات مجموعه اسمها برايمر اكتف جروب. طب الكربوهيدرات السكر، ما انا جاي لك في الكلام اهو. ما السكر ده يا ولاد بينقسم لعيلتين، عيله اسمها الدهايد وعيله اسمها كيتون. اول كلمه واول معلومه تعرفها عن الكربوهيدرات ايه هي؟ كل السكر اللي في جسمي يا دكتور عباره عن حاجتين، الدهايد او كيتون. طب انا اعرف منين يا دكتور ان ده الدهايد ولا ده كيتون؟ ما انا لسه قايل لك اهو. اي حاجه في الجسم ليها مجموعه فعاله مميزه ليها. طب ايه المجموعه المميزه للالدهيد؟ المجموعه المميزه للالدهيد لو انت مركز معايا سي دبل بوند او اتش. سي ربطتين او اتش دي المجموعه الفعاله بتاعت الالدهيد. يبقى انا لو بصيت بعينيا للرسمه لقيت المجموعه ده اهي، يبقى دي المجموعه الفعاله بتاعت الالدهيد اللي ينتمي ليه؟ الكربوهيدرات. طب يا ولاد الكيتون المجموعه الفعاله بتاعته سي دبل بوند او. سي دبل بوند او دي مجموعه الكيتون. خلاص يبقى دكتور انا ما عرفتش غير معلومتين لحد دلوقتي. السكريات الدهايد وكيتون. الدهايد المجموعه الفعاله هي سي دبل بوند او اتش. الكيتون مجموعه اسمها سي دبل بوند او. يبقى انا بقول لك كده ايه هو التعريف الديفينيشن بتاع الكربوهيدرات. بص بقى معلومه ايه؟ اول معلومه خالص هنعرفها دي عباره عن الدهايد اند كيتون. عباره عن الدهايدات وكيتونات. جايه منين؟ ديريفاتيفز. ديريفاتيفز يعني مشتقات. مشتقات منين؟ من حاجه اسمها بولي هيدريك الكحول. ايه بولي هيدريك الكحول ده يا دكتور؟ يا ولاد اتاكد في الشرح اللي انا هشرح ليه في الحته دي. ايه بولي هيدريك الكحول ده يا دكتور؟ كله ركز معايا. خلينا نتفق اتفاق ومتاكد انكم عارفينه، باذن الله هتكون عارفينه. الكربون بتاخد كام ربطه؟ ايوه اربعه. الاكسجين بتاخد كام ربطه؟ اثنين. الهيدروجين بتاخد كام ربطه؟ ربطه واحده. طب دخل معايا كده؟ رحت جبت اهو. واحد اثنين ثلاثه اهو. مركب ثلاثه كربون ربطوه مع بعض. طب وبعدين؟ حط الاو اتش على اليمين وكمل بقيه المركب اتش اهو على الشمال هنا كده اتش. حد شاف يبص للرسم كده وهديكوا ثانيه تفكير. المركب ده ناقصه حاجه؟ والله يا دكتور الكربونه بتاخد اربع روابط. الكربونه دي 1 2 3 4 دي 1 2 3 ايه ده؟ ده الله واحده اهي. طب ودي 1 2 3 ايه ده؟ الله واحده اهي. شايفين المجموعه دي اسمها ايه؟ سي اتش و اتش و اتش اللي هي سي اتش 2 او اتش. البرايمري الكحول جروب يبقى ده كحول. ودي سي اتش 2 اتش نفس الكلام كحول. الكحول ده فيه كام او اتش؟ 3 او اتش. بص بص بولي يعني عديد. بولي هايدريك الكحول. كحول عديد الهيدروكسيد. في كذا واحد هيدروكسيد. ايه ده؟ يعني ده اللي هشتق منه السكريات. ايوه السكريات مشتقه من الكحوليات. ويا ولاد العنب بيعملوا بايه؟ ما بيعملوا بخمره، ما كحول، يبقى هي غير اصلها. حلو، طب ازاي بقى يا دكتور حنشي الالدهايد والكيتون؟ والله سهل خالص. يا ولاد مش انا عايز انشي المجموعه اللي اسمها ايه؟
سي دبل بوند او اتش. تعالوا على الكربون رقم واحد ده هي. حد شاطر اللي خدها لي سي دبل بوند او اتش؟ والله سهله يا دكتور، ادي الاتش وادي السي، فاضل الاو بس. انا عايز اشيل الاتش دي وشيل الاتش دي اهي، شيل الاثنين اتش دول. بص رسمك عامله ازاي اهي، سي او اتش، سي او اتش و اتش، وادي السي وادي الاثنين اتش وادي الاو اتش. ايه اللي غلط في الرسمه دي يا راجل؟ على شكل هيدروجين. والله يا دكتور الكربونه دي واخده 1 2 3. اروح احط الرابطه هنا لان الاكسجين واخد الله رابطه هي كمان. ده كده بقى الدهايد. طب يلا يا ولاد عايز اعمله كيتو، بدي الكربونه مره واحد اهي. عايز اعمل الرسمه اللي هي كيتو. والله يا دكتور هشيل بقى دي ودي ودي. طب دي تنفع؟ طب جربها اهو، سي والاو. ايه ده يا دكتور؟ الاو ده كلها رابطه اهي. طب ما كده كمل بقية الرسمة أهي. بذمتك الرسمة دي تخش كام جنة؟ لا أنت تخش مرحلة ده فيها كام ربطة؟ ثلاثة، مش هينفع تضيف حاجة تانية. يبقى دكتور الرسمة دي غلط. طب نعمل إيه؟ طب أقول لك فكرة. الكيتو نمرة 2. تعال على الكربونة التانية، شيل الإتش دي وشيل الإتش دي. طب جرب كده أهو. سي وأدي إتش وإتش وأو إتش. سي و او، سي وادي ال دي اتش اللي على الشمال وادي الاو اتش. يا دكتور الكربونه واخده 1 2 3 واخدها رابطه، والاكسجين واخدها رابطه اهي. شكرا حضرتك انشات مجموعه اسمها ايه؟ كيتون. يبقى دايما حسيت كده الالدهايد نمره واحد في الكربونه نمره واحد، الكيتون نمره اثنين في الكربونه نمره اثنين. ده كله بشرح لك الديفينيشن بتاع الكربوهيدرات. يستحق؟ يستحق. يبقى الكربوهيدرات عباره عن الدهايدز وكيتونز مشتقه من كحول. اهو شلت الهيدروجين من الكربونه واحد بقى الدهايد، شلت الهيدروجين من الكربونه اثنين بقت كيتون. يبقى دي السكريات هتبقى موجوده معايا ازاي في الجسم؟ طب لما اقول لكم يا اولاد بعد الديفينيشن هاخد عنوان واحد اسمه كلاسيفيكيشن، تقسيمة الكربوهيدرات. هقسم الكربوهيدرات ليه يا دكتور؟ على حسب اليونتس. على حسب اليونتس، يعني ايه على حسب اليونتس؟ لو السكر بيتكون من جزيء واحد، او السكر ممكن يتكون من جزيئين متحدين مع بعض، او من ثلاثة لعشرة او اكتر من عشر جزيئات، يبقى على حسب البيلدنج يونت، على حسب الوحدات اللي داخله معايا. ده كده سكر واحد، ممكن اجيب واحد زيه كمان واخليهم يرتبطوا مع بعض. طب لو واحد يا دكتور يبقى اسمه ايه؟ اسمه مونو باللاتيني، يعني ايه؟ واحد. اثنين داي. ثلاثة لعشرة أوليجو، أكتر من عشرة كلمة اسمها بولي. يبقى واحد وحدة واحدة مول، وحدتين داي، من ثلاثة لعشرة أوليجو، أكتر من عشرة كلمة اسمها بولي. مولو إيه وداي إيه وأوليجو إيه؟ يلا الشيطان نتذكر مع بعض. كلمة كربوهيدرات بالطب عندنا كلمة اسمها ساكرايد. يبقى هنا يا بني يبقى اسمها إيه؟ مونو ساكرايد، داي ساكرايد، اوليجو ساكرايد، بولي ساكرايد. يبقى تقسيمه السكر اربع عائلات، سكر احادي ثنائي اوليجو متعدد بولي عديد. مونو يعني واحد، داي يعني اثنين، اوليجو يعني ثلاثه لعشره، بولي يعني ايه؟ اكتر من عشره. بص بقى واحده الشابتر ده يا دكتور، الفصل ده هندرس فيه ايه؟ هندرس فيه كل عيله من العائلات دي بس. انت كده يا دكتور حطيت لي خريطه امشي عليها في الشابتر. رقم واحد اي سكريات في الجسم حاجه من الاثنين، يا الدهايد يا كيتو. تاني حاجه السكريات تصنف اربع عائلات، يا مونو يا داي يا اوليجو يا بولي ساكرايد. تمام كده يا شطار؟ دي مقدمة عشان المرة الجاية بإذن الله هنبدأ مع بعض في الإيه؟ في المونوساكرايد، ونبتدي نشرح بقى السكريات الأحادية
اللي اهمها سكر اسمه الجلوكوز، وناخد الرسومات بتاعتنا وازاي ارسم الرسمه وازاي احفظها من غير اي تعب. باذن الله شباب نلقاكم بقى بعد كده عشان نكمل، عشان الدنيا زنقه معانا وهنمشي يوم بيوم وربنا يسهل الحال باذن الله. والسلام عليكم.